بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، الجزء 12 من شرح أكبر برنامج في إحصاء القرآن العظيم. هذا البرنامج أخذ جهدا، سنوات طويلة، فريق عمل اشتغل فيه ومن دول مختلفة، والحمد لله ينتفع به الملايين اليوم، وندعوكم للاستفادة من هذا البرنامج أيها الأحبة. طبعا واجهة البرنامج هكذا تظهر، وهذه الألوان التي نراها من هنا أيها الأحبة. هنا لدينا طبعا، هنا عندما نضغط على عرض الآيات يعرض آيات القرآن كاملة. هنا حول البرنامج لدينا كتيب تشغيل البرنامج، هذا من الضروري أن تقرأوه، كتيب تشغيل البرنامج ضروري جدا لكي تدرك أسرار هذا البرنامج. برنامج ضخم جدا، معلومات سريعة لتشغيل البرنامج مثلا كما نرى أمامنا، نضغط عليها فيعطيك هنا طبعا معلومات سريعة عن نسخ البيانات، أدوات البرنامج، إحصاء الجذور، كذا 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 يعني، وهكذا. هنا أيها الأحبة لدينا إحصاء بالجذور، دمج واو العطف، إمكانية أن نلحقها بالكلمة التي تليها أو نفصلها، أنا أفضل دائما فصل واو العطف. عرض الكلمات كاملة هكذا، يعني بضغطة زر يصبح لديك معجم مفهرس. هذه كلمات القرآن كله حسب الرسم العثماني، 16973 نوعا. انظروا أحبتي في الله، تستطيع أن ترتبها حسب الأكثر تكرارا أو حسب الأقل تكرارا، تضغط الضغطة الأولى الأكثر، الضغطة الثانية الأقل. مالك، نستعين، صراط، هذه كلها مرة واحدة، مرة واحدة. انظروا هذه الكلمات كلها تكررت مرة واحدة فقط، فذبحوها، قتلتم كذا كذا كذا، فاضربوا كذا، كلها مرة واحدة وهكذا. المهم أحبتي في الله، ليس موضوعي الآن فرز كلمات وحروف كل آيات القرآن، ولكن أنا فقط أحب أن أقول لكم أن هناك إمكانيات هائلة في هذا البرنامج. الحقيقة سألني أحدهم عن بحث قمنا به بالاعتماد على هذا البرنامج، وأثبتنا أن كل سورة من سور القرآن تنفرد بكلمات خاصة بهذه السورة ولا تتكرر في أي سورة أخرى. هذه ميزة ينفرد بها كلام الله أو كتاب الله تبارك وتعالى. من أين نأتي بهذه الميزة؟ كيف نثبت ذلك أيها الأحبة؟ أنا لدي هنا إحصاء الكلمات والحروف، نضغط عليها. إحصاء الكلمات التي تبدأ بحرف أو عبارة أو كلمة أو جملة، عفوا حرف أو عدة حروف، إحصاء الكلمات التي تنتهي بحرف أو عدة حروف، وهكذا إحصاء كذا كذا كذا، كلها سنتحدث عنها إن شاء الله. هنا أنا لدي بحث متعدد أيضا سنتحدث عنه في لقاء قادم. لدي هنا كنترول زائد واي، نضغط زر كنترول مع زر واي يعطينا قائمة نستطيع أن نبحث عن الكلمات التي تتميز بها السورة عن باقي السور. كيف ذلك؟ يعني السورة، الكلمات التي وردت في هذه السورة لم ترد في أي سورة أخرى. دعونا نضغط هنا، فتح لنا هذه القائمة أيها الأحبة، وهنا رقم السورة، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، كذا. طيب أنا أريد مثلا سورة التكوير، مثال، أريد أن أعلم ما هي الكلمات المنفردة التي ذكرت في سورة التكوير لم تذكر في أي سورة أخرى. وهنا خيارات للبحث أيها الأحبة، ليس موضوعنا الآن. أريد أن أعلم الكلمات الموجودة في سورة محددة لم تذكر في القرآن كله إلا في هذه السورة، وهذه معجزة يعني تم الكشف عنها مؤخرا الحمد لله، وبفضل هذا البرنامج الذي سخره الله لنكتشف من خلاله إعجاز القرآن العظيم، أو نوع جديد من أنواع الإعجاز القرآني. نضغط موافق هنا أيها الأحبة، نحدد سورة التكوير أو نكتب رقمها مثلا، يعني عندما تكتب الرقم 81 يأخذك إلى سورة التكوير، تكتب الرقم مثلا 70 يأخذك إلى المعارج، يمكن أن تدخل رقم السورة فقط، يعني مثلا
81 سورة التكوير، ثم تقول له موافق، موافقون. انظروا، لدينا 30 كلمة انفردت بها سورة التكوير. أول كلمة هي كورت، انكدرت. العشار، عطلت. الوحوش، حشرت. سجرت النفوس، زوجت. الموءودة، سئلت. ذنب كذا 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 يستقيم. إذن لدينا 30 كلمة في سورة التكوير لم تذكر إلا في هذه السورة. طبعا هذا حسب الرسم العثماني، نحن هنا نستخدم الرسم العثماني أيها الأحبة. يعني إذا كان هناك كلمة عليها ضمة وكلمة عليها فتحة متشابهتان، سيعتبر هذه الكلمة غير تلك. إذا أردت أن تأخذ الكلمات المنفردة من دون تشكيل، تستطيع أن تستخدم الرسم العثماني من دون تشكيل، سنأتي عليه الآن. طيب، أنا أريد السورة مثلا رقم 77، ما هي؟ سورة المرسلات. ما هي الكلمات المنفردة؟ أضغط هنا موافق، أعطاني 43 كلمة. انظروا، المرسلات، عرفة، فالعاصفات، عصف، الناشرات، نشرة، كذا كذا، حتى كلمة يركعون، يركعون. طيب الآن أنا أريد مثلا الكلمات المنفردة في أقصر سورة من القرآن، الكوثر، معروف أقصر سورة، سورة الكوثر. أقول موافق، أعطاني 6 كلمات حسب الرسم العثماني. أعطيناك الكوثر، فصلي، انحر، شانئك الأبتر. سبحان الله، يعني تصوروا، حتى هذه السورة القصيرة جداً انفردت بست كلمات حسب الرسم العثماني. حتى لو ألغينا التشكيل من هنا أيها الأحبة، من هنا، يعني اخترنا الرسم العثماني من دون تشكيل ثم قمنا بالبحث من جديد، انظروا، لدينا 5 كلمات. طبعا لأنك عندما تلغي التشكيل معنى ذلك أن هناك كلمات متشابهة، ولكن هذه تنتهي بضمة، تلك تنتهي بفتحة مثلا. لدينا 5 كلمات، يعني نصف كلمات السورة. السورة 10 كلمات، نصف كلمة مع عدا واو العطف، نصف كلماتها منفردة. كلمة أعطيناك لم تذكر إلا في سورة الكوثر. كلمة الكوثر ذاتها، اسم السورة، لم يذكر إلا مرة واحدة في هذه السورة. انحر، شانئك الأبتر. طيب سورة القدر، أنا يخطر ببالي الآن سورة القدر، رقمها 97. يمكن أن ندخل رقم السورة فقط ونضغط انتر. أعطانا كلمة القدر، تكررت 3 مرات في القرآن كله فقط في هذه السورة. سبحان الله، يعني كلمة القدر لم تذكر إلا مرة واحدة، عفوا 3 مرات، ولكن في سورة واحدة انفردت بها هذه السورة لعظم هذه الليلة، لعظمة ليلة القدر. كان من الممكن أن ترد كلمة القدر مع سور أخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يعني تعرض هذه الكلمة أو توضع هذه الكلمة فقط في سورة القدر. الآن أيها الأحبة، إذا تعلمنا كيف نستعرض الكلمات المميزة في سورة محددة. هنا إحصاء الكلمات التي تتميز بها سورة عن باقي السور. طيب أنا أريد أن أعلم آية مثلا، آية من القرآن، هل تتميز عن بقية الآيات القرآن بكلمة معينة مثلا؟ يعني مثلا أنا لدي آية مثلا، مثلا ما هي الآية؟ لنقل مثلا أنا لدي آية مثلا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه آية يعني ممكن أن تكون كلماتها كلها مكررة في القرآن، ويمكن أن يكون هناك كلمات خاصة بهذه الآية لم تذكر في القرآن كله إلا في هذه الآية. كيف أستطيع أن أعلم
الكلمات التي انفردت بها هذه الآية عن كل القرآن. العملية بسيطة جدا، طبعا من دون هذا البرنامج مستحيل أيها الأحبة. بهذا البرنامج سهل، أنا لدي هنا خيار إحصاء الكلمات التي تتميز بها، هو آخر تقريبا في الجدول، أو كنترول أو، إحصاء الكلمات التي تتميز بها الآيات المحددة. أنا حددت هنا آية واحدة فقط، كما نرى حددت آية واحدة، أضغط أعطاني يحول. سبحان الله، فيها كلمة يحول لم تذكر إلا في هذه الآية من القرآن كله. طيب الآية التي مثلا بعدها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية، الكلمات التي تتميز بها الآية هذه عن باقي الآيات، آيات القرآن كله طبعا، تصيبن وخاصة، كلمتان سبحان الله. طيب الآية التي تليها، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، نرى هل فيها كلمات خاصة بها، نضغط هنا، فيها 4 كلمات، مستضعفون يتخطفكم فآواكم أيديكم. سبحان الله، يعني القرآن كتاب فريد. الآية التي تليها، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. دعونا نرى هل يوجد فيها كلمات منفردة عن باقي القرآن. كلمة تخونوا وردت هنا فقط. سبحان الله، يعني أرى مثلا، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أتصور أن هذه الآية كلها مكررة كلماتها. نضغط هنا، لا يوجد نتائج. إذن هنا كل كلمة من كلمات هذه الآية موجودة في كل القرآن. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إذن الرسم الإملائي، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الآن أحبتي، لا أريد أن أطيل عليكم، يعني رأينا هذا الإعجاز فعلا المبهر. تستطيع الآن، تعلمنا كيف تخرج الكلمات التي تنفرد بها سورة محددة عن باقي السور، أو آية محددة، أو مجموعة آيات. يعني إذا حددت مجموعة آيات نفس الشيء، أو حددت مجموعة سور أيضا، تستطيع أن تحدد وتخرج الكلمات التي تتميز بها هذه السورة أو هذه الآية عن كل القرآن. وهذه ميزة ينفرد بها القرآن العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.